لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء مع سورة من سور جزء عامة، الجزء الأخير من كتاب الله عز وجل، وأيضا الحزب الأخير من كتاب الله سبحانه وتعالى. وسور جزء عامة الناس كلهم يسمعونها ويقرؤونها، وربما كثير منهم جدا يحفظ سور هذا الجزء. فلا شك أن دراسة تفسير هذه السور خاصة يعين على الخشوع في الصلاة، ويعين على تدبر القرآن الكريم، خاصة وأن هذه الآيات قوية ومتتابعة وقصيرة ومزلزلة للقلوب، وكأنها قواذف للقلب من جميع الجهات، لعله يتغير للأحسن بإذن الله عز وجل، فضلا عما تعالجه من أمور العقيدة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث ويوم القيامة وغرس التوحيد وطبيعة الصراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر. السورة التي بين أيدينا في هذا اللقاء هي إحدى السور التي تناولت هذه الأمور، وإن شاء الله تكون المحاضرة على النحو التالي: العنصر الأول مقدمات حول السورة الكريمة، العنصر الثاني التفسير للسورة الكريمة، العنصر الثالث الدروس المستفادة من السورة الكريمة بالإضافة لما ذكر في التفسير، والعنصر الثالث ده هيكون بالمشاركة مع حضراتكم، تمام؟ العنصر الرابع أسئلة حضراتكم أو استفسار حضراتكم حول السورة الكريمة إذا كان في أي استفسارات. العنصر الخامس والأخير أين نحن من هذه السورة الكريمة. فعاوزين كل عنصر في مكانه، يعني أي حد عنده درس مستفاد يكتبه عشان ما ينساهوش، عشان لما يجي الفقرة الثالثة يبقى هو جاهز بالحاجة اللي معاه، بس ما حدش يكرر اللي ذكر في التفسير ولا حد يكرر حد، يعني لو غيرك ذكر الدرس ده ما تذكرش أنت، خلاص خلاص. أما يجي برضو الاستفسارات، حد عنده استفسار يكتبه برضو عشان لما تيجي الفقرة الرابعة اللي هي الاستفسارات يبقى برضك أنت ما نسيتش اللي أنت عاوز تسأل عنه، وبالتالي يعرض في مكانه بإذن الله تبارك وتعالى. برضك أين نحن من هذه الآيات هيبقى في مشاركة مع حضراتكم، يعني العناصر الثلاثة الأخيرة هيبقى فيه مشاركة من حضراتكم. وأعتقد الترتيب ده ترتيب حديث. ليه؟ لأن يعتبر ما فات من التفسير بمثابة التدريب على استخراج الدروس المستفادة والإجابة على هذا السؤال: أين نحن من هذه الآيات؟ تمام؟ فنبدأ بالعنصر الأول على بركة الله تعالى، وهي مقدمات حول السورة الكريمة. سورة الليل سورة مكية نزلت قبل الهجرة، وذهب البعض إلى أنها مدنية، والذي دعاهم لذلك ليس معهم إسناد نقل، يعني ليس معهم نقل يدل على مدنية السورة. إذن فمن الذي دعاهم إلى أن يقولوا بمدنية السورة؟ إن السورة تحدثت عن الإنفاق في سبيل الله، تحدثت عن الزكاة، تحدثت عن فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فبالتالي نظروا لهذه الأشياء وقالوا إن الأشياء دي غالبا في المدينة، فهذا الذي دعاهم إلى أن يقولوا بمدنية السورة الكريمة. لكن الصحيح والراجح أنها إيه؟ أنها أن السورة مكية كما قال ذلك جمهور المفسرين. سورة الليل هي السورة 92 بترتيب المصحف،
سبقتها سورة الشمس وتلتها سورة الضحى والضحى. سبقتها سورة والشمس وتلتها سورة والضحى. هذا بالنسبة لترتيب المصحف. أما ترتيب النزول فالسورة الكريمة هي السورة التاسعة بترتيب النزول، ودي كده من أوائل ما نزل من القرآن الكريم. سبقتها سورة الأعلى هي السورة الثامنة، وتلتها سورة الفجر، تلتها سورة الفجر. وذهب البعض إلى أنها هي السورة الثامنة، وسبقتها سورة الأعلى وتلتها سورة الفجر. الخلاف ده جه منين؟ من ترتيب سورة الفاتحة. هل سورة الفاتحة هي السورة السادسة أم لها ترتيب آخر؟ فمن عد سورة الفاتحة هي السورة السادسة بترتيب النزول، يبقى كده هتبقى سورة الأعلى رقم 8، سورة الليل رقم 9، سورة الفجر تكون رقم 10. من لم يعد الفاتحة في العشر الأوائل من السور فبالتالي سنرجع إلى الوراء رقما واحدا، فهتكون سورة الأعلى رقم 7، وبالتالي هتكون سورة الليل رقم 8، وكذلك سورة الفجر هتكون رقم 9. طيب السورة الكريمة آياتها 21 آية بلا خلاف، 21 آية، كلماتها 71 كلمة، تمام، حروفها 172 حرفا، 172 حرف دي حروفها، كلماتها 71، آياتها 21، تمام. طيب لابد في الكلام عن مقدمة السورة من النظر إلى طبيعة المرحلة التي نزلت فيها السورة الكريمة والجو الذي نزلت فيه، لأن طبيعة المرحلة زمانا ومكانا وأشخاصا تلقي بظلالها على فهم السورة الكريمة. فواضح طبعا أنها من أوائل ما نزل، يعني غالبا هتكون في المرحلة السرية، ولذلك الصراع فيها مش كبير زي ما واضح كده، يدوب كده إن سعيكم لشتى، واخد بالك، وترغيب وترهيب، فأما من أعطى واتقى وأما من بخل واستغنى، وبعدين فأنذرتكم نارا لا يصلها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى، واخد بالك، يعني إيه ترغيب وترهيب، مفيش صراع مع أحد، مفيش مواجهة، لأن أنت في المرحلة السرية، وكمان في البداية لسه، يعني ممكن ده يكون في السنة الأولى مثلا من المرحلة السرية، فلسه الأمر ما إيه ما خدش شكل إيه قوي، وبالتالي الصورة تعتبر من الصور الهادئة الهادئة التي ترغب فيما عند الله للطائعين، وترهب فيما أعد الله للعاصي. كذلك الصورة الكريمة يغلب عليها الطابع المكي، فهي تتحدث عن الظواهر الكونية، وأيضا تتحدث عن اليوم الآخر كما هو واضح، وتتحدث عن الذين يعملون الصالحات والذين لا يعملون الصالحات، أهل السعادة وأهل الشقاوة، تتحدث عن جزاء الطائعين، وتتحدث عن جزاء العصاة، تتحدث عن القضاء والقدر، إلى غير ذلك من الأمور التي برزت بشكل قوي في السور المكية، تمام. طيب سورة الليل تتناسب مع السورة التي قبلها، وكذلك تتناسب مع السورة التي بعدها، وذكرنا في سورة الشمس أن علم المناسبة علم جليل، وهو علم مستقل يعد من علوم القرآن الكريم. وعلم المناسبة المقصود به الارتباط بين السور والآيات، وفي كتب مؤلفة في ذلك قديما وحديثا. علم المناسبة ده بيزيدنا بيانا لإعجاز القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم مع أنه مكي ومدني، والسور المكية معروف أنها أنزلت متتالية، وبعد كده أنزلت السور المدنية،
لكن في الترتيب المصحفي لا، سورة الفاتحة مكية، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ايه مدنيات، الأنعام والأعراف مكيتان، الأنفال والتوبة مدنيتان، وهكذا. طيب إذا أردت أن تعقد مثلا مناسبة بين سورة الأعراف والأنفال مثلا، هتجد مناسبات تشعرك بأن ايه بأن يعني السورتين كأنهما ايه سورة واحدة. فسورة الأعراف تتحدث عن الصراع بين الأنبياء وأقوامهم، يعني تتحدث عن الصراع بين نوح عليه السلام وقومه، وبين هود وقومه، وبين صالح وقومه، وبين لوط وقومه، وبين شعيب وقومه، وبين موسى وقومه، صراعا طويلا. وجاءت سورة الأنفال تتحدث عن الصراع بين محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، ولذلك اسمها سورة ايه بدر، خدت بال حضرتك؟ ففي تكامل عجيب بين الايه السورتين الكريمتين. الى غير ذلك من المناسبات، يعني ده مثال فقط، يعني ناهيك عن المناسبة بين المائدة والأنعام، وسبق ان اشرنا الى ذلك في سورة الشمس. طيب نقول مناسبة سورة الليل للسورة التي قبلها اللي هي سورة ايه يا راجل؟ الشمس. ها، سورة الأعلى نزولا، لكن سورة الشمس مصحفا. هل طيب من المناسبات، طبعا مش هنذكرها كلها، بس الأمور اللي تربط السورتين ببعض، من هذه المناسبات أن السورتين بدأتا بالقسم، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. والسورة من المناسبات أيضا أن الأقسام التي بدأت بها السورتان من الظواهر الايه الكونية. أيضا من المناسبة بينهما أن سورة الشمس تحدثت عن الصالحين والطالحين، قد أفلح من زكاها وقد خاب من ايه من دساها. تمام. سورة الليل واضح فيها المعنى ده جدا، إن سعيكم لشتى، ها، فأما من أعطى واتقى، وأما من بخل واستغنى، ها، لا يصلها إلا الأشقى وسيجنبها الإيه الأتقى. فواضح جدا الارتباط الشديد بين إيه بين السورتين الكريمتين. سورة الشمس أعطتنا مثالا تطبيقيا للصالحين والطالحين بالجانب الذي ساقته من قصة صالح عليه السلام، وأن صالحا ومن معه من المؤمنين يمثلون جانب الصالحين، وقوم ثمود الذين كفروا وكذبوا يمثلون جانب الطالحين اللي هم أهل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. دي بعض المناسبات بين السورتين الكريمتين. تمام. طيب لو حبينا نعمل ارتباط بين فاتحة السورة هذه وخاتمة السورة التي قبلها اللي هي سورة الشمس، ربنا عز وجل يخبر عن تدمير قوم صالح عليه السلام، وأن الله عز وجل دمدم عليهم ودمرهم بسبب ذنوبهم، والله عز وجل لا يخاف عاقبة صنيعه سبحانه وتعالى، يعني اللي ربنا بيعمله ما بيخافش العقاب بتاعه أو العاقبة بتاعته هتكون بخلاف غيره، لأن الله على كل شيء قدير. فبدأ يقسم بالليل، ويقسم بأنه خلق الذكر والأنثى، ويقسم بالنهار، دليل على قدرته التي تجعله لا يخاف عاقبة ما يصنع سبحانه وتعالى. وبين أن سعيكم شتى كما كانت قبيلة ثمود، كما كانت قبيلة ثمود. طيب رحمكم الله، سورة الليل فاتحتها وخاتمتها بينهما أيضا مناسبة، اللي بيسموها مناسبة المطلع مع المقطع، مناسبة المطلع مع المقطع، المطلع اللي هو أول السورة الكريمة، والمقطع اللي هو نهاية السورة الكريمة. فأول السورة الله عز وجل يقسم بالليل ويقسم بالنهار على أن سعي الناس شتى،
بين صالح وإيه وطالح، وختمت السورة بنفس الطريقة، جزاء الصالح أنه يجنب النار وسيجنبها الإيه الأتقى، وجزاء الطالح أنه يدخل النار لا يصلاها إلا الإيه إلا الأشقى. تمام. طيب، مناسبة سورة الليل للسورة التي بعدها وهي سورة إيه والضحى، طبعا واضح المناسبة طبعا من خلال السرد إن الاتنين بدأتها بالقسم وبدأتها بالظواهر الكونية. تمام. وإن السورتين بيتكلموا عن الطائع والعاصي أيضا، وبتبين حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيه قبل البعثة وحاله بعد الإيه بعد البعثة. سورة الليل قال الله عز وجل فيها إن وإن لنا للإيه للآخرة والإيه والأولى، وفي سورة الضحى قال الله عز وجل إيه وللآخرة خير لك من الإيه من الأولى. فالتناسب واضح جدا بين السورتين الكريمتين. أيضا نقطة أخرى في المقدمات وهي مهمة في الحقيقة، هي أن هناك عدد من السور القرآنية سميت بظواهر كونية، سميت بظواهر كونية. زي إيه يا جماعة؟ زي سورة الرعد، الرعد ظاهرة كونية مش كده؟ طيب زي إيه كمان؟ زي سورة الليل وسورة الشمس وسورة الفجر والضحى والعصر، ها؟ والقمر والنجم. لا ده هنقوله ان دي علامات الساعة او اهوال يوم القيامة، لكن خلينا في الظواهر الكونية اللي احنا شايفينها حاليا اللي احنا عايشينها. ظواهر صحيح، سورة الطارق تمام، سورة البروج تمام ممتاز، سورة النور مش كده؟ دي ظواهر كونية علوية. طيب في ظواهر كونية سفلية، زي ايه مثلا؟ زي الأنعام أحسنت، زي نعم البقرة تمام، النحل، العنكبوت، النمل. لا ظواهر كونية أرضية، الإنسان، والتين إلى غير ذلك من الظواهر الكونية. الظواهر الكونية يا جماعة العلوية فقط تحدث القرآن عنها في أكثر من 800 آية، أكثر من الحديث عن العبادات، أركان الإسلام، الصلاة غير الشهادتين طبعا، الصلاة والصيام والزكاة والحج، ها يعني الحديث عن العبادات تقريبا ممكن 124 آية أو يعني لا أذكر رقم تحديدا، ولكن هو أقل من ثلث الحديث عن الظواهر الكونية. ليه؟ لأن الظواهر الكونية ترسخ التوحيد في القلب، توحيد الربوبية الذي بدوره يقودنا إلى توحيد الألوهية، ويصاحب ذلك كله توحيد الأسماء والصفات، ها؟ فده التوحيد أهم من الإيه؟ من العبادات البدنية، لأن العبادات البدنية لا تنفع صاحبها إلا إيه؟ إلا بالتوحيد. فمهم جدا التفكر في الظواهر الكونية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الثلث الأخير من الليل وينظر إلى إيه؟ النجوم، وينظر إلى السماء ويقرأ هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وشريح القاضي كان يقول لمن معه اخرجوا بنا ننظر الى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سئ، والى الايه الى السماء الى الجبال كيف ايه نصبت، والى الايه والى والى افلا ينظرون الى الابل كيف ننظر الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. فالتامل في مخلوقات الله والتامل في الظواهر الكونيه ده مما يرسخ التوحيد في القلب، ها؟ وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد.
فمهم جدا غرس هذا في قلوب المسلمين، خاصة إذا كانت هناك أفلام تسجيلية، يعني واحد مش عايز يذكر أسماء، بس اللي بتدل على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم مع الضوابط الشرعية، عشان البعض يتطرق في الإعجاز العلمي وتطرف وبالغ جدا في الإعجاز العلمي، لكن لو في إطار الضوابط لا شك أنه مهم جدا يا جماعة الاهتمام بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم أو التفسير العلمي. تمام؟ طيب، سورة الليل النبي صلى الله عليه وسلم حض على قراءتها في الصلاة لما قال لمعاذ: أين أنت من سورة والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وإذا زلزلت الأرض زلزالها. فهي من الصور التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة بها في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى، ودي الفقرة الثانية اللي هي التفسير. البسملة آية من كتاب الله عز وجل مستقلة إلا من سورة الفاتحة، ففيها قراءتان: قراءة تثبت أنها آية، وقراءة تجعل أول آية الحمد لله رب العالمين. والجميع متفق على أن الفاتحة سبع آيات، فمن عد البسملة جعل من قوله صراط الذين إلى قوله ولا الضالين آية، ومن لم يعد البسملة من الفاتحة جعلها آيتين، اللي هي صراط الذين أنعمت عليهم كده الآية رقم 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية رقم 7، وهي جزء من آية من سورة النمل، ولا تفتتح بها سورة التوبة. ولو أمضيت آية من سورة التوبة وبدأت تقرأ يجوز لك أن تبسمل بالإضافة للاستعاذة، وفي الأجزاء خير من تلا. تمام؟ والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى، الواو واو القسم، أركان القسم إيه؟ ثلاثة. أول ركن من أركان القسم اللي هو إيه؟ الأداة اللي هي واو القسم دي. طيب الركن الثاني المقسم إيه؟ به اللي هو إيه؟ الليل، وبالتالي النهار وما خلق الذكر والأنثى معطوف على الإيه؟ على المقسم به الأولاني. تمام؟ يبقى جواب القسم اللي هو إيه؟ إن سعيكم لشتى. يبقى كده أركان القسم عندي إيه؟ متكاملة والحمد لله رب العالمين. طيب الله يقسم بما شاء لينبهنا إلى قدرته سبحانه وتعالى وعظمة هذه الأشياء المقسم بها، أما نحن فلا يجوز أن نحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. سورة الليل إحدى السور التي بدأت بالقسم، 15 سورة بدأت بالواو، وسورتان بدأت بلا أقسم: القيامة والبلاء. كذلك سورة الليل إحدى السور التي فيها الفتح والإمالة والتقليل في رؤوس آيها. والليل إذا يغشى ثلاث قراءات فيها في الآيات التي ختمت بالألف في هذه السورة الكريم. تمام؟ مثل سورة الضحى، مثل سورة طه، مثل سورة الشمس، مثل سورة العاديات، الزلزلة، النجم، وهكذا 11 سورة. تمام؟ طيب والليل إذا يغشى، الليل ظاهرة من الظاهر الكونية. طيب يقسم الله به إذا يغشى، إذا إيه دي إيه إيه إذا ديت ظرف. طيب شرطية، ها مش إذا دي من حروف الشرط؟ الشرط ها هو هي هنا ظرفية فقط وليست شرطية، ها هي هنا ظرفية وليست إيه شرطية. والنجم إذا هوى، ها والشمس والليل إذا يغشى، ها والنهار إذا تجلى، والضحى والليل إذا سجى. خدت بالك؟ فإذا هنا ها مقصورة على معنى الإيه الظرفية وليست إيه وليست في هذا الموضع إيه شرطية. ده كلام جميل. والليل إذا يغشى،
الليل إذا يغشى. يغشى دي فعل مضارع صح؟ طيب والفاعل اللي هو إيه؟ الليل. طيب يحتاج إلى مفعول صح؟ أين المفعول؟ ها؟ مقدر. وهذا من بلاغة القرآن الكريم، ها؟ ليشمل غشيان الليل كل المخلوقات، يعني كل شيء، ها؟ لتذهب النفس كل مذهب في تخيل الذي يغشاه هذا الايه؟ هذا الليل. يغشى يعني يغطي. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. هنا بنلاحظ آية في سورة ياسين ربنا عز وجل يقول فيها ايه؟ وآية لهم الليل ايه؟ يعني نسلخ منه النهار. بتدينا معنى ان الليل هو الأصل، والليل بيغطي النهار، وبعد كده لما يجي يطلع النهار نسلخ، زي ما نكون بنشيل الجلد الشاه من على لحمها، فبنشيل الليل من على الايه؟ من على النهار، لكن بيرجع يغطيه تاني عند غروب الشمس. يبقى الاصل هو الليل وليس ايه؟ وليس النهار. ها؟ والليل يخيم على الكون كله، ها؟ والنهار طارئ. تمام. وسبق ان احنا شرحنا حكايه النهار، ظاهره النهار دي بالتفصيل شويه في سوره الشمس، فلا داعي للاعاده. طيب والنهار اذا تجلى. في سوره الشمس قال والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا ايه؟ جلاها. يعني ايه جلاها؟ اظهر ايه يا جماعه؟ الشمس. صح، هو الضمير يعود على الشمس، أظهر الشمس، كأن الشمس تحتاج إلى إيه؟ إلى ما يظهرها. حاجة غريبة، أنت بتسمع كلام غريب. لا، الذين صعدوا خارج الغلاف الجوي أكثر من 200 كيلو من الأرض ارتفاعًا، رأوا الشمس قرصًا باهتًا، ورأوا القمر ورأوا النجوم كذلك، لا شعاع لها. أمال إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن أشعة الشمس وضوءها ونورها ده لما بتنعكس أشعتها القادمة منها إلى الغلاف الجوي، طبقة معينة في الغلاف الجوي مكونة من الأكسجين والهيدروجين والأتربة المختلفة والرمال والغبار، فبالتالي الطبقة دي كأنها كالمرآة تعكس الضوء النور والحرارة من الشمس. ولذلك المسافة التي بين الشمس اللي هي بيننا وبينها 93 مليون كيلو متر، 93 مليون ميل او 150 مليون كيلو متر على اعتبار ان الميل 1750 متر تقريبا. المسافة اللي بينها لغاية بداية الغلاف الجوي مسافة ايه؟ مظلمة. يعني ما تفكرش ان الشمس الضوء بتاعها جاي من عندها كده واخد سكته منور الدنيا بحالها لغاية لما وصل لحد عندنا. لا لا، وسبق برضك ان احنا وضحنا ده بالتفصيل في سورة والشمس وضحاها. تمام. طيب يبقى والنهار اذا تجلى اداني معنى جديد، والشمس وضحاها والنهار اذا جلاها ادتني معنى تاني. سورة الشمس النهار هو الذي يجلي الشمس، هنا لما يجلي الشمس بالتالي يتجلى ايضا. في سورة الليل يتجلى، والليل إذا إيه؟ تجلى. خلاص كده؟ واضح يا جماعة الفرق؟ والنهار إذا تجلى. ماشي. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى. ما مصدرية. بمعنى وخلق الذكر والأنثى. لأن ما وما بعدها في تأويل مصدر. واخد بالك؟ يعني لو قلنا في غير القرآن وما خلق، لو شلناهم الاثنين هتبقى ايه؟ وخلقي. خلاص؟ طيب وما خلق اي والذي خلق، تبقى ما هنا ايه؟ موصولة بمعنى الذي. طيب من الذي خلق
الذكر والأنثى هو الله. طيب احنا تعلمنا ان من يعبر بها عن العاقل المدرك وما يعبر بها عن غير العاقل. نضيف حتة بسيطة خلاص هتحل مشاكل كتيرة جدا اللي هي ايه؟ غالبا وليس دائما، بدليل الآية اللي معانا سورة الكافرون، خد بالك، لا أعبد ما تعبدوا ولا أنتم عابدون ما أعبد. أحسنت، تمام. فبالتالي هي ما بمعنى من، وخلصنا. وإيه اللي بيبين بقى العاقل من غير العاقل أو المدرك من غير المدرك؟ السياق. أحسنتم. بعض المفسرين قال لا، المقصود هنا ليس الذات ولكن المقصود الوصف، فبالتالي يعبر عن الوصف ما، يعني وما خلق الذكر والأنثى. هل هو يقصد أن يقسم بالله سبحانه وتعالى بذاته، ولا يقسم بصفة من صفاته وهو خلقه للسماوات والأرض، خلقه للذكر والأنثى؟ بصفة من صفاته. على أي الأحوال احنا مش محتاجين للايه للتأويل ده، لكن الأصل اللي عندنا ينفع استعمال ما مكان من، واستعمال من مكان ما، والقرينة في تمييز المدرك من غير المدرك هو الايه، هي السياق، تمام. وما خلق الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. طب والخنثى ايه حكايته؟ ها، الذكر والأنثى، خلق الذكر والأنثى. طب الخنثى، الخنثى ده نادر لا حكم له، ده شيء. الشيء الآخر أنه عند الله معلوم هذا الخنثى، احنا مش عارفينه ذكر ولا أنثى، خدت بالك، لكن هو عند الله ايه؟ معلوم انه ذكر او ايه؟ او انثى. ليه؟ لان ربنا عز وجل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الاربعين الثالثة يرسل الله ملكا فيؤمر بكتب اربع ايه؟ كلمات، منها ايه يا جماعة؟ ذكر او انثى، ما قالش انثى، صح؟ فبالتالي هو الناس اما ذكر واما انثى. لكن اللي بيحصل ايه؟ التغيير في الجهاز التناسلي عند الخنثى بيجعلنا احنا يا بشر لا نحدد، لا نحدد. ولذلك كان في مساله في المواريث كانوا يسالوا احد العلماء، طب الخنثى ده يعني نعمله ايه؟ نديله نصيب الايه الذكر ولا نصيب الانثى؟ كانت مشكله كبيره. فقال لهم انظروا الى المكان الذي يبول منه، بيتبول منين؟ ما هو عنده موضعين للبول، موضع كموضع الذكر وموضع كموضع الأنثى. شوفوه هتبول منين؟ إذا تبول من موضع الذكر من آلة الذكورة يبقى خلاص ياخد نصيب الايه؟ الذكر. وإذا تبول من موضع الأنثى ياخد نصيب الأنثى، لكن برضك هو خنثى. ده يعني اجتهاد، تمام. فيبقى وما خلق الذكر والأنثى. وهل الذكر والأنثى مقصور على البشر؟ لا. ومن كل شيء، الله أكبر، ومن كل شيء خلقنا زوجين، حيوانات، الطيور، الحشرات، النباتات. وعارفين طبعا التلقيح بين النباتات والتأبير، النخل والقصة دي كلها. ومن كل شيء خلقنا زوجين، ها، سبحان الذي خلق الايه الأزواج كلها، ايه، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما ايه ومما لا يعلمون. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، تمام. طيب وما خلق الذكر والأنثى، حصل مشكلة إن أبو الدرداء رضي الله عنه لقي رجلا يقال علقمة تقريبا، تلميذ ابن مسعود، وبعدين جاي من سفر فبيسأله، طبعا عبد الله بن مسعود كان في الكوفة، فسأله ها كيف سمعت عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال قرأ والذكر والأنثى. قال أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ما زالوا بي حتى شككوني. مشكلة، صح؟ ها؟ مش مشكلة ليه؟ ما دي ممكن تكون من الأحرف سيدنا عثمان، ده جواب. إن الأخ بيقول ممكن تكون من الأحرف التي إيه؟
التي نسخ الايه نسخت قراءته. ده كلام جميل. طيب طب ليه عبد الله بن مسعود ما غيرش ما دام نسخت، وابو الدرداء ما غيرش؟ ربما لم يصلهما الايه النسخ، نسخ التلاوه بهذه الايه. وده مش غريب على فكره، ان هذا ليس غريبا ايضا. هذا لو لزم يبقى يلزم عبد الله بن مسعود ويلزم ابا الدرداء. ليه؟ لانهما سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره ولم يبلغهما النسخ. لكن هل يلزمنا نحن؟ يلزمنا ولا ما يلزمناش؟ ليه؟ لانه لم ينقل الينا بالتواتر. واحسن احوال هذه القراءه انها من القراءات الايه؟ الشاذه. تمام؟ ما هي الاحاد هتبقى شاذه. الاحاد هتبقى شاذه. نعم؟ والذكر والانثى. ها؟ مش وما خلق، ما قالش وما خلق، وبالتالي هيبقى بيحلف بالذكر وبيحلف بالايه؟ بالانثى. طيب هنا يا جماعه بنلاحظ شيء في القسم والبلاغه اللي فيه. ايه هي؟ ان المقسم به اشياء متضاده، والمقسم عليه ايضا اشياء ايه؟ كيف ذلك؟ والليل والنهار ضد بعض، صح؟ والذكر والانثى. طيب وبعدين المقسم عليه ايه؟ متضاد برضه، صح؟ مختلف. ان سعيكم ايه؟ لشتى، منكم الصالح ومنكم الطالح، منكم المؤمن ومنكم الكافر، منكم البار ومنكم الفاجر. خدت بالك؟ حتى الابرار المؤمنون سعيهم شتى. منهم من يعني يحبب اليه الصيام، منهم من يحبب اليه القيام، منهم من يحبب اليه قراءه القران، منهم من تحبب اليه الصدقه والانفاق في سبيل الله، منهم من يحبب اليه الجهاد في سبيل الله، منهم يعني حتى نفس الايه اللي هم في 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 جهه واحده. يعني يفتح الله عز وجل عليه ايه بابواب من العباده تحبب اليه لا يفتح بها على غيره، ويفتح على غيره بابواب اخرى لا تفتح لم يفتح بها ايه عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ايه ان ابواب الجنه ايه ثمانيه، باب الصلاه وباب الجهاد وباب الصيام اللي هو الريان، ها، وباب الصدقه، مش كده؟ وابو بكر يقول يا رسول الله هل على احد من باس ان دعي من الابواب كلها؟ قال لا يا ابا بكر وانت منهم. يعني ابو بكر هيدعى لانه متميز في كل الايه العبادات. تيجي بين المصلين تشعر انه خيرهم، بين المتصدقين تشعر انه خيرهم، ها، بين المجاهدين تشعر انه خيرهم. تميز في كل الايه في كل العبادات وكل الطاعات. خدت بال حضرتك؟ وسباق، محدش سبق ابا بكر ابدا. يعني عمر نفسه اللي كان بينافسه لم يستطع ان يسبقه ولا مره، ولا مره. وكل ما يظن انه سبق ابا بكر يجد ان ابا بكر قد سبقه، لغايه لما يعني قال لا يعني ايه لا انافسك بعد اليوم ابدا، او لا اسابقك بعد اليوم ايه ابدا يعني. تمام؟ ده كلام جميل. ان سعيكم لشتى، السعي اللي هو العمل رحمكم الله، سواء طاعه او ايه او معصيه، وبالتالي جزاؤكم شتى. عشان كده جت الايات اللي بعدها فسرت اصول هذين الايه السعيين. قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للايه للعسر. دول كده السعيين. طب الجزاء؟ ها، فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى وسيجنبها الايه الاتقى. واضح كده؟ يبقى الصوره كلها مبنيه على السعي. ها، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم ايه مشكور. ان هم الشرطين بتوع العمل الصالح الايه الايمان والايه والموافقه والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا فاما من ايه اعطى، لو فسرناها على العموم باعطى الطاعه اللي هي الاعمال الظاهره، واتقى
اللي هو الإخلاص المتابعة. لا، المتابعة أعطى، واتقى ده الإخلاص. يبقى شرطين واضحين اهو، واضح؟ اللي هو العلم يعني؟ لا، الإيمان والمتابعة والإخلاص. الإخلاص فرع عن الإيمان. على كل إن اللي خلاف لفظي يا شيخ يحيى خلاف لفظي، واخد بالك؟ لكن في ناس بتعد العلم أيضا من الشروط، وطبعا ده بديهي إن ما مش هيعرف يصل للإيمان والإخلاص والمتابعة إلا بعد الإيه؟ العلم. فالمهم مفهومة يعني. فأما من أعطى واتقى، الفاء ها تفسيرية أو ممكن نقول استئنافية. تفسيرية لو هتفصل إن سعيكم لشتى، واستئنافية لو بتبدأ كلام جديد. فأما كلمة أما شرطية وتفصيلية الاثنين مع بعض. طب شرطية ازاي؟ خلينا ناخدها واحدة واحدة كده. فأما أداة شرط، أين فعل الشرط؟ أعطى ومعطوف عليها واتقى. جواب الشرط إيه؟ فسنيسره للإيه؟ وتبقى الفاء ديت إيه؟ رابطة بين الشرط وجوابه، ماشي كده؟ طيب، والتانية زيها، وأما دي أداة شرط، وبخل فعل الشرط، واستغنى معطوف عليه، فسنيسره للعسرة، ده جواب الشرط مرتبط مقترن بالإيه؟ بالفاء. جميل؟ أدي معنى أما كونها إيه؟ شرطية. واضح؟ طيب وتفصيلية؟ تفصل حال السعداء وحال الأشقياء. عشان كده أما تيجي تلاقي أكثر من أما ورا بعض اتنين أو أكثر، على طول أما تبقى إيه؟ تفصيلية. تفصيلية بتفصل مش بتفسر، لا بتفصل تفصيل يعني. إن سعيكم لشتى ده المجمل، وإليكم التفصيل، سعي الصالحين أعطى واتقى، وجزاؤه سنيسره اليسرى على قول الطالحين بخل واستغنى سنيسره للعسرى، واخد بالك؟ طيب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. شفنا دي، خلي بالك دي فقرة الأسئلة كده، هي في نفس الآية بس. أعطى واتقى يعني من يعني، أو لماذا مثلا لم تكن اتقى وأعطى بتقديم العمل القلبي على العمل الجوارحي؟ جميل، لأنه قال سعيكم، والسعي الظاهر فيه العمل الظاهر، العمل الظاهر ظاهر قبل الايه؟ قبل العمل القلبي. والعمل الظاهر للناس يشهدون به. احنا كنا بنتكلم في سورة الشمس عن التزكية، تزكية النفس أو تزكية الغير، وإن ما ينفعش حد يمدح حد أو يصفه بشيء قلبي إن ده ولي أو تقي إلا بإيه؟ إلا ربنا هو الذي يعلم ذلك فقط. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم إيه؟ بمن اتقى. ألم ترى للذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلم. فربنا بيذكر لنا أولا عشان السعي، السعي الظاهر هو ده اللي ظاهر لنا، وثانيا هو ده اللي ظاهر للناس، وإحنا لنا الظاهر والله يتولى الإيه؟ السرائر. وكمان عشان الفواصل، فواصل الآيات. يعني لو قال مثلا إيه في غير القرآن ها، وأما من اتقى وأعطى، طب هقول لك وأما من استغنى وبخل، ففواصل الآيات كده مش هت إيه؟ مش هتنتظم. خلاص، عشان كده مثلا كذبت ثمود بإيه؟ بطغيانها، بطغواها. ليه طغواها؟ ضحاها، تلاها، جلاها، يغشاها، بناها، طحاها، سواها، تقواها. يبقى ايه؟ مراعاة الفاصلة، ده مهم جدا. العطف مطلق الجمع، احسنت، ده برضو جواب اخر. تمام؟ طيب، يا ريت نلتزم بالفقرات يا جماعة، الله يبارك لكم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الحسنى مبالغة في الحسن، وربنا عز وجل ذكر أن أسماءه إيه؟ حسنى، ولله الإيه؟ الأسماء الحسنى فادعوه إيه؟ بها. دايما لما يبقى فيه اختلاف في التفسير ترجع الأول للغة، شوف اللغة بتديك أنه معنى وإيه المعنى الأقوى، عشان لما تيجي تقرأ خلافات التفسير، اختلاف الأقوال، حتة اللغة هتنور لك الدنيا. تمام؟
فالحسنى مبالغة يعني حسن وأحسن وحسنى، ووارد إن حسنى دي كمان تبقى صفة مؤنثة، ها؟ على وزن فعل، نعم. تمام؟ طيب، ربنا عز وجل لما ذكر كلمة الحسنى في القرآن الكريم قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. في سورة الحشر الخالق البر المصور له الأسماء ليه؟ الحسنى، مش كده؟ في سورة طه الله لا إله إلا هو إيه؟ يبقى دي الوصفة إيه؟ ده طه. آخر الإسراء إيه؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن تدعوا فله الأسماء الحسنى. فلو أحسنت يا مولانا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء ليه الحسنى. يبقى كده أسماء ربنا وصفت بأنها الحسنى في طيب. كذلك كلمة الحسنى وردت في القرآن الكريم والمراد بها الإيه؟ الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. تمام؟ في الصحابة السابقين والمتأخرين قال وكلا وعد الله ليه؟ الحسنى. خدت بالك؟ فكلمة الحسنى وردت في القرآن على صفات الله عز وجل، على أسماء الله عز وجل، ووردت في القرآن على أنها الإيه؟ الجنة. طيب اللغة بتقول لي إيه هنا؟ اللغة بتقول لي الحسنى بتشمل كل شيء حسن. خدت بالك؟ وصدق بالحسنى من ضمن الحسنى المقابل. المقابل انت دلوقتي بتعمل عشان تنال الأجر الحسن أو الأحسن أو الحسنى، فأنت طماع في المقابل. فالذي أعطى واتقى، ما الذي دفعه إلى أن يعطي وأن يتقي؟ تصديقه بالإيه؟ بالحسنى اللي هو الجزاء اللي هو المقابل اللي هو من معانيه الجنة. ولولا كده ما كانش عمل. عشان كده هذه الزندقة التي يقولون فيها اللهم إن كنت أعبدك إيه خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، يدعون ربهم خوفا وإيه وطمعا، وكانوا يدعوننا رغبا وإيه ورهبا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عنه فإن الجنة هي المأوى. يبقى التصديق، التصديق بالحسنى هو ده اللي بيخلي دول يعطون ويتقون. طب لو قصرنا معنى الإعطاء على الصدقة والإنفاق في سبيل الله عز وجل، ودي أكتر حاجة بتتعب الإنسان، يعني حتى في سورة البلد لما تكلمنا فلا اقتحم العقبة، بعض المفسرين قال إن العقبة هو أن تغلب نفسك وتتصدق. ولذلك ربنا في الصلاة قال إيه؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا إيه؟ ذا متربة. وبعدين ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. كان الغالب عليها إيه؟ الإنفاق، لأن القرش صعب. أنا ممكن أروح معك أشتغل لما أقول بس، إنما عشان أديك مليم ده صعب، دي عقبة. فاللي بيتخطى عقبة الدنيا ينجيه الله عز وجل من عقبة الآخرة. فكلما ازداد تصديق الإنسان للأجر عند الله وللجزاء ويعني هذه الأشياء، كلما أكثر من الصدقة والنفقة في سبيل الله. كان الصحابة رضي الله عنهم يعمل الرجل بيديه ثم يتصدق، يعني كان شايف الأغنياء بيتصدقوا هو فقير يروح يشتغل ويأتي بالصدقة في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عنده يقين. فكلما بذل الإنسان من المال وأنفق في سبيل الله، كلما دل ذلك على شدة يقينه بما عند الله من أجر، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وكلما بخل الإنسان ولم يتصدق، كلما دل ذلك على ضعف يقينه فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك انت كل واحد فينا ممكن يجعل دي مقياس ليه هو شخصيا، قوة إيمانه إيه، قوة يقينه إيه، تصديقه بوعد الله عز وجل إيه، تصديقه بالأجر، هل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، دي عندنا يقين فيها.
ولا حافظ على اللي في ايدك ما تفرطش فيه، ها ضعف في اليقين. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنيسره سنسهل له. خلاص معروفه مش كده؟ يعني نيسره لليسرى. ايه اليسرى؟ نيسر له اموره كلها، يعني رايح مشوار يقضي مصلحه تيسر له، رايح يصلي يلاقي حد معدي بعربيه ياخده معاه يركبه معاه يلحق صلاه الجماعه، رايح مثلا يقضي مصلحه حكوميه يلاقي واحد عارفه هناك يخلص له ايه موضوع، كل اموره ايه ميسره. ده تيسير من الله عز وجل وتوفيق، فسنيسره اليسرى. خدت بالك؟ وقال البعض ان اليسرى هي الايه؟ هي الجنه. تمام؟ طيب، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. بخل طبعا ايه؟ بماله، بالنصيحه، ها؟ بالعمل لدين الله عز وجل. البخل واسع. واخد بالك؟ ولذلك من الامور التي يعني بسببها يعني حدثت خساره ماديه كبيره موضوع كتمان الفراعنه للحاجات العجيبه اللي عملوها زي بناء الاهرامات، خدت بال حضرتك، وزي بناء وزي موضوع الشمس اللي عاملينه ده، الشمس اللي بتدور 366 او 66 يوم في المكان، والتحنيط، الحاجات دي كلها قال لك سر المهنه وكتموها ولم يعلموا، ولذلك حضارتهم لم تستمر مع انها من اعرق الحضارات ومن اكثر الحضارات تقدما. ها الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخره بالواد، وفرعون ايه ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. قوم عاد وثمود ربنا اهلكهم كلهم، وبالتالي الحضاره بتاعتهم خلاص، لكن قوم فرعون ربنا ما اهلكهمش كلهم، ها اغرق فرعون وايه وجنوده وبقي بقيه الايه المصريين. فلو هم يعني عندهم سر المهنه وبيطلعوه وبيخبروا الناس بيه كانت الحضاره بتاعتهم ايه استمرت. وليه حضاره الاسلام مستمره الى الان رغم ضعف المسلمين؟ لان المسلمين بيتقربوا الى الله عز وجل بتعليم غيره، ها بيتقربوا الى الله بذلك. وكانت اول ايات نزلت بتتكلم عن العلم، خدت بالك؟ انما سر المهنه او ما يعلمش الناس ده بالتالي بي ايه فالبخل، البخل باشياء كثيره جدا، البخل مش بالمال فقط. واما من بخل واستغنى، يعني ايه واستغنى؟ السين والتاء بيقولوا عليها ايه؟ للطلب. يبقى واستغنى يعني ايه؟ طلب الغنى، صح؟ طيب الغنى، الغنى في اللغه معناه ايه؟ ها سد الحاجة، سد الحاجة. شو هو ابن عباس جاءه رجل يشتكي الفقر، قال أعندك ايه زوج، عندك بيت وعندك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال أنت من الايه؟ أنت من الأغنياء. قال وعندي خادم. قال أنت من الملوك. واخد بالك؟ فاستغنى طلب الغنى. طلب الغنى في ايه؟ طلب الغنى بماله. هو معاه فلوس، عنده مال، عنده صحة، عنده قوة، عنده جاه، عنده كذا وعنده كذا، فرأى في نفسه الحمقاء أنه لا حاجة له إلى الله، مش محتاج لربنا، استغنى. واخد بالك؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. كذب بالحسنى تكذيب، تكذيب ده كفر طبعا. كذب بالحسنى، كذب بالوعد من الله والوعيد، كذب بجزاء العصاة وجزاء الطائعين، كذب طبعا ده كفر. فسنيسره للايه؟ هنسهل له كل اللي هو عاوزه من الضلال والفساد والكفر. قل من كان في الضلالة
فليمدد له الرحمن ايه مدا، وبرضك ايه ويزيد الله الذين اهتدوا ايه هدى. واخد بالك؟ فإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه إيه؟ لم يفلته. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي ليه؟ إبليس لما دعا ربه قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، استجاب الله دعاءه صح؟ قال إيه؟ ليه؟ من باب الإملاء له، وإلا فهل يعقل أن يستجيب الله لإبليس؟ لكن هنا الاستجابة ليست بمعنى إجابة الدعاء، ولكن بمعنى الإملاء له. تمام؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تمام؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى. هنا العلماء طبعا الحافظ ابن كثير خاصة أورد أحاديث كثيرة في هذه في هاتين الآيتين أو في هذه الآيات يعني، فأما من أعطى واتقى لغيت إيه، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنسر العسر. أورد فيها أحاديث كثيرة بين صحيحة وإيه وضعيفة. من أصحها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، احنا قلنا إيه الأولانية؟ الجنة، صح كده؟ وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فإيه؟ فيدخلها. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال إيه؟ اعملوا فكل إيه؟ ميسر لما إيه؟ لما خلق له. تمام؟ وأورد روايات كثيرة مجملها أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد يعني، يا رسول الله الأمر الذي نحن فيه ها أفرغ منه أم أمر مستأنف؟ قال بل فرغ منه. قالوا فندع العمل لا نعمل. قال إن الله عز وجل لا، رواية ثانية كتب إلى أهل السعادة نعم أحسن، وأما أهل الشقاوة فييسرون العمل أهل الشقاوة. جزاكم الله خير. تمام كده؟ الراجل الصحابي لما سمع ده من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نجتهد، يبقى كان عنده مشكلة وإيه وتحلت، خدت بالك؟ حلها العمل. تمام؟ الرواية اللي فيها إذا نجد ونعمل اللي هو الحديث اللي حضرتك قلته، قال يا رسول الله أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم هو في شيء مستأنف؟ فقال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. تمام. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له. تمام. قال إذا نجد ونعمل. نجد ونعمل، جزاكم الله خير. تمام. طيب يا جماعة، يبقى خلصت الموضوع ده هوت، لأنه في كلام كتير جدا، أن الإيمان بالقدر يدخل في الإيمان بالغيب، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره، كل دي أمور غيبية، كل دي أمور غيبية. يبقى نؤمن بالقدر وأنه أمر غيبي، وما نربطش بين أعمالنا والقدر، لا، القدر ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، إنما الأعمال دي بتاعتنا احنا. الذين يجادلون ويضيعون الوقت يقول لك لماذا كتب الله علي هذا الشيء، أو لو كتب الله علي هذا الشيء لفعلته، ها؟ طيب كثير من الناس الذين يتركون الصلاة يحتجون بالقدر، يقول لك لو ربنا مقدر أننا نصلي هنصلي. طب ما اللي بتجري ليه على أكل العيش؟ تأكل وتشرب ليه؟ تتزوج ليه؟ تتمتع بالدنيا ليه؟ ها؟ لما بتبقى ماشي معدي شارع ما بتعديش ليه على الدولي والزراعي والصحراوي والعربيات بتجري؟ ده تناقض، تناقض. وفي الآخر بيضيع وقت في الجدال والنقاش، وفي الحقيقة هو الذي يضيع في الآخر، لأنه لا يضر أحدا ولكن يضر نفسه، لا يضر إلا إيه؟ إلا نفسه. ثم قال الله عز وجل
وما يغني عنه ماله، مش كده؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. العودة هنا لمين؟ الضمير ده يعود على مين؟ صح، على من بخل وإيه واستغنى. وما الما ديت إيه حكايتها؟ نافية، يعني لا يغني عنه ماله إذا تردى، ماشي كده؟ طيب، وممكن تكون استفهامية، وما يغني عنه ماله إذا تردى، الإجابة إيه؟ لا يغني عنه إيه؟ شيئا. طيب، ما لا ما تجيش موصولة خالص. طب ما لو هي استئنافية حب إعرابها إيه؟ هي والمقدر في محل نصب مفعول مطلق مقدم، ها؟ تقديره في غير القرآن إيه؟ أي شيء يغني عنه ماله، أي شيء يغني عنه ماله، وما يغني عنه أي غناء، أي غناء، وما يغني عنه ماله أي غناء أو أي غنى، ماشي؟ طيب، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا تردى يعني في النار، وده القول الراجح وده عليه جمهور المفسرين. بعض المفسرين قال إذا تردى يعني إذا مات، ربنا قال عن أبي لهب لعنه الله ما أغنى عنه ماله وما إيه وما كسب، فما هنا إيه؟ نافية، صح؟ طيب، في سورة الحق ربنا قال عن إيه؟ عن صاحب الشمال ما أغنى عني مالية، ممكن تبقى نافية وممكن تبقى استفهامية برضو، تنفع الاثنين، تمام؟ طيب، ما أغنى عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، وما يغنى عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى. الله عز وجل أوجب على نفسه ولا يوجب عليه أحد أن عليه هداية الخلق، لكن أي هداية؟ ها ها، الدلالة والإرشاد. وأما ثمود إيه؟ فهديناهم فإيه؟ فاستحبوا العمى على الهدى، تمام؟ يبقى هنا الهداية، هنا هداية الإيه؟ الإرشاد، تمام؟ طيب، لو كانت الهدى بمعنى التوفيق يبقى إيه؟ يبقى تقدير الكلام إيه في غير القرآن؟ إن علينا للهدى والضلالة، الاثنين، مثل قوله تعالى إيه؟ سرابيل تقيكم الإيه؟ الحر يعني والقر البرد يعني. ويبقى بالتالي هنا هتبقى الهداية هداية إيه؟ توفيق، يعني إيه؟ فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. يبقى كده ايه؟ هداية التوفيق او الاضلال. ليه يا جماعة؟ لان طبعا يعني القرآن حمله ذو وجوه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. هل في تعارض بين القولين؟ لا، وده تصديقا لقوله تعالى ايه؟ وهديناه الايه؟ النجدين، ها؟ وقوله تعالى قد افلح من ايه؟ من زكاها وقد خاب من دساها، خدت بالك؟ طيب، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، وإن لنا للآخرة، اللام دي لام الإيه؟ ها؟ المزحلقة، أحسنت، اللام المزحلقة عشان ما يجتمعش مؤكدين. طيب، وإن لنا للآخرة والأولى، الآخرة اللي هي الإيه؟ اللي الآخرة معروفة، والأولى هي الإيه؟ الدنيا. فأنذرتكم نارا تلظى، الفاء هنا إيه؟ ها؟ استئنافية. طب الإنذار هنا لمن؟ للكل، أحسنت، بدليل قول الله تعالى إيه؟ أن أنذر الناس وإيه؟
وبشر الذين آمنوا. بل بشارة خاصة بالإيه؟ بالمؤمن، إنما النذارة للجميع. يا أيها المدثر قم فأنذر، فأنذرتكم كلكم نارا تلظى. نارا اعربها ايه؟ نارا مفعول ثاني. احسنت يا مولانا. فين المفعول الاول؟ اللي هو ضمير الجمع كم. طبعا لو حبيت تفصل فيها هتقول من المفعول الكاف مبنية على الضم في محل نصب مفعول اول، وميم الجمع مبنية على السكون في محل جر مضاف اليه، كأن الكاف مضاف والميم مضاف اليه، وانذرت مضاف والكاف مضاف اليه، وهكذا لو ده اعراب تفصيلي يعني. فانذرتكم نارا، نارا منكره. ايه الغرض من التنكير هنا؟ ليه؟ التهويل، التعظيم. تلظى يعني ايه تلظى؟ ها؟ تشتعل، تتوقد، تستعر، تزداد. طيب ده فعل ماضي تلظى، ده تلظى خلاص، ها؟ يبقى ماضي؟ لا مضارع. لو ماضي كانت هتبقى ايه؟ احسنت، تلظت بالتاء. نعم تتلظى، لان في قراءه شاذه تتلظى. تمام. فانذرتكم نارا تلظى، نحن بنجري عشان ايه؟ الوقت بتاع حضراتكم. فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى. لا الا ده اسلوب ايه؟ حصر، يعني لا يدخل النار الا الاشقى. من هو الاشقى؟ الذي كذب وتولى. الذي كذب وتولى يبقى ايه ده يا جماعه؟ كافر. يبقى الايه تدل على ان ايه؟ محدش هيدخل النار الا الكافر. يبقى يجوا الجماعه بقى المرجئه يمسكوا في دي، يقول لك اهو نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى، وفسر الاشقى قال الذي كذب وتولى. ايه رايكم في الكلام ده؟ حجه قويه صح؟ ما هو سيجنبها الاتقى اللي هو المؤمن كله. ها؟ احسنت. يبقى ده الجواب فعلا، ان النار في نار للكفار ونار لعصاة الموحدين. فالنار المتحدث عنها هنا هي نار ايه؟ الكفار. طب ايه اللي خلانا نختار هذا الشيء؟ يا جماعه بدل ان نضرب النصوص بعضها ببعض، لا ندع النصوص يفسر بعضها ايه؟ بعضا. واضح؟ تفسير القرآن بالقرآن، آيات كثيرة جدا تدل على خلود الكفار في النار الذين ماتوا ولم يسلموا، وآيات كثيرة جدا تدل على خروج الموحدين من الايه؟ من النار. تمام كده؟ وفضلا عن أحاديث الشفاعة كثيرة جدا. فبالتالي لابد أن ايه؟ أن يفسر القرآن بالقرآن، ولا تضرب النصوص بعضها ايه؟ ببعض. ده كلام جميل. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. الأشقى هنا أفعل تفضيل صح؟ لكن هل على بابها؟ أم المراد بها الشقي؟ يبقى الشقي. زي الأتقى برضه أفعل تفضيل ليست على بابها، والمراد بها الإيه؟ التقي. تمام؟ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. الأشقى من الشقاء. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير إيه؟ ده كلام جميل، عطاء غير مجدود. طيب شقوا، يبقى يجي البعض يقول والله الولد ايه؟ الولد ده شقي. ها؟ لا ما تقولش كده على ابنك.
لا تصف بأنه شقي، لا قل حركي ماشي، بس حركة تودف داهي. خدت بالك؟ يعني قل يعني اي لفظ تاني يا جماعة، انا كنت مجهز اللفظ معايا والله بس نسيته. يعني اي لفظ، المهم ما يبقاش فيه يعني ما دولش على الشقاء يعني. خدت بالك؟ الذي فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. يصلاها، في فرق بين يصلاها ويصطلي بها. يصطلي بها يستدفئ، لكن يصلاها تحيط به من كل جوانب، يدخلها يقحمها. ها لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب بقلبه وتولى بجوارحه، بجسده، الجسد والقلب اهو الاثنين في مقابلة أعطى واتقى، ولا ايه؟ نعم. طيب يا رب يسر. الذي كذب وتولى ثم وسيجنبها الأتقى. وسيجنبها الأتقى، السين تدل على الايه؟ على الاستقبال. وتأكيد عدم دخول الأتقى فيها. وسيجنبها الأتقى يعني التقي، الذي يؤتي ما له يتزكى. يؤتي ويتزكى، اعرب يتزكى، ممكن تبقى حالة كونه يتزكى، ممكن تبقى حاجة تاني، بدل أو عطف بيان. يؤتي يتزكى، واخد بالك؟ ممكن البدل ده يبقى بدل اشتمال او بدل بعض من كل، على اساس ان التزكي ده فرع من افرع الانفاق، في صدقه وفي حاجات كتيره. الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. يعني هو لما يتصدق او يتزكى لا ينتظر شيئا من الناس، او لا يرد جميلا للناس. لما بيطلع من جيبه يتصدق او يتزكى هو اللي له يد على الناس، محدش له يد عليه خالص، ولا ينتظر احسانا من احد، ولا يريد ولا يكافئ احدا على صنيع صنعه له، لان صنائعه غطت الجميع. صنائعه غطت الجميع، ولذلك سبب نزول هذه الايات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكثرة النفقة، واخد بالك؟ واللي يبين لك نفقة أبي بكر لما جه في غزوة تبوك، ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. طيب أنت بتتكلم في غزوة تبوك، بتتكلم في مجتمع المسلمين، لا تعالى يوم الحديبية، عروة بن مسعود المشرك قبل أن يسلم طبعا، مش ده كان جه يتفاوض؟ طيب لما راح يلعب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كل شويه يمسك لحيه النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ والمغيره بن شعبه متلثم اللي هو ابن اخته، وضربه ب نصل السيف على يده ويؤلمه، وبعدين يعني قال ان هؤلاء اوباش يوشك ان ان يفروا ويدعوه. من اللي رد عليه؟ أبو بكر. قال نحن نفر وندعه، أمصص بذر اللات. طبعا معروفة الكلمة. عروة بن مسعود رد قال له إيه يا جماعة؟ والله لولا أن لك يدا عندي لكافأتك بها. لا، لولا أن لك يدا عندي لم أكافئك بها لأجبتك. ولكن هذه بتلك. تخيل أبو بكر له يد على الكفار، وده رأس من رؤوس الكفار، يعني ده مبدأ عنده يا جماعة، صنائع المعروف للجميع. فحتى ده هو أبو بكر له يد عليه، ولذلك دايما دايما يبقى أنت ليك مش عليك، دايما كده يبقى ليك مش عليك. ها وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له. لو فأبو بكر
يبقى ما له كله، لكن ما له طبعا عند غيره هتبقى ايه؟ يعني بعض ماله. ها، الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لاحد عنده ايه؟ واضحه دي؟ ها، محدش له يد عنده ولا جميل عليه عشان يكافئه بها او ينتظر جميل من حد او مقابل من احد، الا ايه؟ الله اكبر، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، لا يريد بهذا الا الاخلاص لله عز وجل. ربنا عز وجل وعده قال ايه؟ ولا سوف يرضى. لم موطئة للقسم ومؤكدة، وسوف تدل على الاستقبال البعيد اللي هو يوم القيامة. يرضى يعني سيرضيه الله عز وجل ولا ايه؟ ولا يسوء. نفس المعنى ده ربنا عز وجل وعد به نبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا سوف يعطيك ربك فايه؟ فترضى. في سورة الضحى، انت واخد بالك؟ نعم، اسلوب ايه؟ قسم، ان لم نعطيها القسم والله لا يرضي، سيرضيك الله عز وجل. فيه، فهو اللام هنا موطئه للقسم، لو هنعتبرها قسم صريح هتبقى هي اداه القسم، خدت بالك؟ والمقدر مقدر تقديره ايه؟ سيعطيك الله حتى ترضى، فترضى، واخد بالك؟ طيب كده يعني باختصار انتهت فقرة ايه؟ المقدمة وفقرة التفسير. الدور الآن على الدروس المستفادة، الفقرة الثالثة. ها حضراتكم كده أكيد محوش لنا دروس مستفادة، غير ما ذكر، لا يكررن أحد ما ذكر ولا يكررن أحد أحدا. حد عنده؟ نقول يا دكتور اتفضل. نقول السورة ديت يعني جاءت تجع سيدنا أبو بكر نموذج للسورة زي ما سيدنا صالح في سورة الشمس. أحسنت، الشيخ بيضيف حتة مهمة، مناسبة بين السورتين، بين سورة الشمس وسورة الليل، وإن كما كان صالحا صالح أنموذجا للصالحين في سورة الشمس، فكان أبو بكر أنموذجا للصالحين من هذه الأمة في سورة الليل. تمام. ها؟ برضه بالمناسبة إن السورتين دخلوا في مسألة القدر والعمل اللي هو الإنسان مخير. أحسنت. ألهمها فجورها وتقواها، فسنيسره اليسرى فسنيسره العسر. تمام. إيه تاني؟ فين الجزاء من جنس العمل؟ ناخدها منين؟ احسنت، ممتاز. يبقى اللي يعطي ويتقي ربنا، وهكذا جزاء من جنس العمل. تمام. لا يغني عن الانسان الا عمل الصالح. يعني ايه؟ لا يغني عنه ماله اذا ترد لا مال ولا ولد يغني عن الانسان الا عمل الصالح. نعم، يبقى لا يغني عنه ماله ولا ولده، ولكن عمله الصالح هو الذي ينفع. نعم. بعد اذنك يا دكتور، لو ان الانسان دايما اموره ميسره، اللي يستدل بديه ان هو يعني من المتقين او العكس؟ فلا تزكوا انفسكم. الاخ بيسال سؤال بيقول لو الانسان يرى ان اموره ميسره فهل يعني يعد هذا دليلا على انه من المتقين وهو يقول ذلك؟ لا، يعلم حالكم. لا، هو يعني اشد الناس خوفا من الله المتقون، هم دول اللي بيخافوا ربنا اكتر. ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل إيه؟ ما يجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. يستغفروا ليه؟ ده طول الليل بيصلي. ها؟ مخافة ألا يتقبل منهم، وإحنا عارفين حديث عائشة. الآية بتاعت إيه؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم، قالت الذين يسرقون وإيه؟ ويزنون ويشربون الخمر، قال لا يا ابنة الصديق، بل يصلون ويصومون ويخافون الا ايه؟ يبقى كل الانسان ما اتقى الله عز وجل كل ما يخاف اكتر. ومن خاف الله في الدنيا امنه الله في الايه؟ في الاخره. ومن امن مكر الله في الدنيا اخاف الله في الاخره. جميل، دروس جميله يا جماعه. حد عنده تاني؟ جميل جميل الدرس ده. المؤمن يستغني بالله، اما الكافر فيستغني عن الله في فهمه الايه؟
الفاسد. تفضل يا شيخ. نعم الرد على الجبرية بإيه؟ يبقى الاختيار يعني الإنسان إيه؟ ميسر وليس مسيرا. رد على الجبرية. الأخ بيدينا درس بيقول إن الآية فيها الرد على الجبرية فسنيسره والتانية فسنيسره، وأعطى واتقى وبخل واستغنى كده تمام. لا يهلك على الله إلا هالك. خدناها منين؟ لا يصلها إلا الأشقى. أحسنت جميل. إيه تاني؟ فساد الاعتقاد يؤدي إلى فساد العمل، أو ممكن نعدل العبارة شوية نقول فساد العمل ناتج عن فساد الاعتقاد، لأنه هو لما أعطى كان هذا ناتجا عن تقواه، والآخر لما بخل كان هذا ناتجا عن إيه؟ عن تكذيبه. تمام. حلم الله عز وجل هنجيبه منين حلم الله؟ بخل واستغنى لأنه هو عنده عطية ويبخل بيها، ربنا أعطاه رغم بخله. يعني الله عز وجل حليم، حيث إن هذا بخل واستغنى وكذب وتولى وأعرض وكفر وأفسد، ومع ذلك يحلم الله عز وجل عليه بل ويفتح له باب التوبة. تمام. كل ميسر لما خلق له. نعم. من كان ايه؟ الحسن النهايات من حسن البدايات، عايز تقول كده يعني في الخير او في الشر. طب جميل جدا، ده كلام محترم جدا. نختم بهذا الدرس عشان ننتقل للفقره الرابعه اللي هو ايه يا جماعه؟ الدرس ده مهم جدا، اللي هو ايه بقى؟ الرد على الروافض، لان طبعا الايات بتزكي ابا بكر الصديق رضي الله عنه، وان ده خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه وزيره، ها، وانه احب الرجال في هذه الامة الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فديت تدل على فضائل ابي بكر رضي الله عنه. الفقرة الرابعة استفسارات حضراتكم، اذا كان في حد له استفسارات داخل السورة الكريمة. في سؤال يا دكتور عزة، هل فضل. هناك تعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يرد سائلا قط، وبين منع السؤال المتسولين الذين يعلم ده دي في السورة اللي جاية. هو الأخ بيسأل عن رد السائل أو منع السؤال المتجولين. طبعا ده يعني إيه؟ وأما السائلة فلا تنهر، ممكن ترده بإيه؟ بأسلوب جميل. فضل الصدق. زي ما ربنا وإما تعرضن عنهم ابتغاء إيه؟ رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا إيه؟ ميسورا. يعني حتى لو هترد سائل وأنت عارف إنه بينصب عليك، الرد يكون بشكل غير جارح. نعم. طيب في استفسارات تاني؟ يبقى الامر الاخير اللي هو ايه؟ اين نحن من هذه الايه الايات؟ يلا كده شطروا القرارات اللي هناخدها بعد ما سمعنا تفسير الايات دهيت. ها؟ الانسان يحاول يطبق هذه الايه على نفسه حتى ينال الله عز وجل ولسوف يعطيك مقدرا. نعم، يعني الوقت السوره بتتكلم عن النفقه وجزاء المنفقين، فاحنا عاوزين نطلع بقرار ان احنا ايه؟ ننفق. انتوا مش راضيين تقولوها؟ ده حاجه صعبه جدا يا اخي والله. ده بقول لك الاول قال لك نحاول ان احنا ننفق، والتانيين نقول لهم نعملوا ايه؟ واحد قال ننفق يعني بالراحه كده. يا جماعه ده ضعف يقين، خلوا بالكم تعرضين. ضعف يقين يا جماعه. حتى لو ما انفقتوش طب ادوا ما عليكم. طبعا كل واحد في مكانه عارف عليه ايه. ها؟ حرص على الطاعة. ها؟ يعني حضرتك هتاخد القرار ده؟ انك هتحرص على الطاعة أكثر من الأول؟ تحافظ على تكبيرة الإحرام وصلاة الفجر وأنواع الطاعات المختلفة؟ ده قرار إن شاء الله؟ تمام. إن شاء الله محاولة تحقيق الإخلاص بإذن الله. أحسنت، يبقى ده بلاش محاولة، لأن عاوزين قرارات. يعني ان شاء الله الانسان يعني ايه يسعى. احسنت، في يعني ايه تاكيد الاخلاص. نعم. لا انا عاوز اسمع حد. ممتاز يا شيخ ممتاز. يبقى احنا كده علينا ان احنا
لابد ان احنا نهتم بالظواهر الكونية والكلام عنها من خلال تفسيرنا لكتاب الله عز وجل وخطبنا ودروسنا وكلماتنا، لابد يكون لها دور كبير جدا. نفس الموازنة بتاعت القرآن، نفس الموازنة بتاعت القرآن. نعم ممتاز. طب نسمع مين؟ اليوم كله بين هذا وذاك، بين تزكية النفوس وبين تدسية النفوس. أنا في قرآن كفاية للردود على أهل الشبهات والباطل. أحسنت، ممتاز ممتاز جدا. الأخ بيقول القرآن فيه الكفاية للردود على أهل الشبهات والباطل، وبالتالي لا حاجة إلى فلسفة المتفلسفين أو كلام المتكلمين. تمام يا مولانا، ممتاز. طيب هي دي هتتحط في الدروس المستفادة بس، ماشي. طيب يا جماعة، يعني إيه يعني الدروس المستفادة لم تنتهي بعد من الصورة، وعرض النفس على الصورة أين نحن من هذه الصورة لم ينتهي بعد. القرارات اللي انت هتاخدها بناء على يعني سماعك لتفسير هذه الصورة لم تنتهي بعد. الخطة العملية اللي انت هتطلع بها من هذه الصورة لم تنتهي بعد. دي بس ايه تذكرة، بحيث لما حضرتك تروح تجلس مع نفسك ولا مانع من وجود ورقة وقلم تكتب كل هذه الأشياء وتجتهد في إلزام نفسك بها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.